حبيبي كيف حالك؟ شو اخبارك؟ تمام، كيفك يا معضل؟ والله الحمد لله بخير. ايش اخبارك؟ والله تمام، الله يسعدك ويحسنك. والله انت اكثر حبيبي. يا اسمع، اخذ دباب بي ام التورينج وبقارنه بينه وبين الهارلي اللي عندك. مره محتار ايت واحد اخذ صراحه، فبسوي مقارنه كده بما انك انت مجنون هارلي ومتعمق في هارلي، فنبغى نشوف الفروقات واقتنع عشان اعرف اخذ ايت واحد. تعال انا في البيت الله يحييك. جاهز BMW. كيف؟ والله رهيب، انا عجبني في السواقه. شوف، هو في البدايه صراحه في القومة ثقيل عشان ما متعود على التورينج، انت عارفني ريس، لكن لما نمشي ما شاء الله ناعم ورهيب. اللون حلو، جالكسي 719 اسمه، لون ليميتد جديد نزل على الدباب. لون مكوكي. يس، لون مكوكي بالضبط. اوكي، انا سكت الدباب الحقيقه. ايش رايك؟ يعني البوكسر انجن ما عجبني بصراحه. بالعكس انا عجبني وانت واقف كده، تحس انه يلف يمين ويسار، تحس انك انت في خلاط. والله انا عجبني البوكسر انجن. السيتنج بوزيشن كيف وانت قاعد كده؟ شوف ممتاز، لكن عيبه الناحيه اليسار، لو ما انت لابس كويس وما انت لابس هاي بوت شويه حراره تلسعك. حراره؟ مو شويه حراره، اعترف شويه. اوكي، يعني افوردبل، فاهم؟ عشان كده الواحد يلبس ايش، بوت طويل يضبط اموره. الدباب عموما يعني ايش التمست فيه؟ ايش شايف فيه يا اخي؟ انا عجبني السماعات، الساوند سيستم، الشاشه الكبيره، التكنولوجيا اللي فيه شيء جميل صراحه. يعني فعليا عارف ايش نقص الدباب؟ نقص مكيف يا راجل. تخيل، معقولة أنت مبسوط ومروق على الدباب؟ والله يا أخي تخيل، حاطين لك هواية للجوال عشان لا يسخن. واو، وحاطين لك مكان تحط فيه الجوال. يعني أنت قاعد على الدباب دا متدلع. روز رايز هذا. قل لي روز رايز الدبابات. كم الإنجن؟ كم الإنجن؟ 96 من 91 96 حصان. 96 حصان. أيه. واو، كم سي سي؟ 1800 سي سي. أها. 67 تورك. انا عندي تورك دبل يا حلو. هم الامريكان يحبوا كده البيج انجن. انا عندي تورك دبل يا حلو. هم الامريكان يدوك ارقام بس. وزن كم؟ 400 كيلو ودرايف شافت. اخف منك ب 50 كيلو. طب ورينا شو تفرج. تعال. هارلي ديفيدسون قلبا وقالبا. الشركة دي ليها دحين السنة الجاية حتكمل 120 سنة. هاري ديفيدسون كل 5 سنين يطلع إصدار خاص، أنيفرسري يسموه. يس. الدباب فيه روح. إيش قصدك بروح؟ أبغى أفهم.
وانت قاعد على الدباب في اتصال بينك وبين الدباب، تحس انه الدباب بيتكلم معاك، هذا انت قاعد كأنك قاعد على ريسيفر. اتفق معك في هذه النقطه، ناعم مره ناعم. هو ناعم صراحه، انا عجبني انه ناعم، انا ميزتي اللي عجبتني انه ناعم. ايش فكره انك انت تكون بايكر؟ عندي ديسك انا في ظهري يا اخي. سلامتك والله السلام. بس لازم يعني اركب دباب ناعم. شوف انا نسوي شيء، انت خذ دبابي وانا اخذ دبابك، اوكي، ونخلي الطريق هو اللي يحكم. خلاص انا ما جربت الهاري، بنجرب ونشوف. حتنبسط، وحاوعدك انك انت حتشتري هارلي ديفيدسون. شوف انا اي هاف تو هاف ا هارلي ديفيدسون، يعني الانفايرمنت حقهم جبار. ايوه طبعا يس، هذا الحال يعني. بس اكيد يعني بي ام دبليو الشباب ما بيقصروا يعني، الشركه وكذا. لا لا شغالين بيطوروا صراحه في الامور هذه. هو شكل الدباب بصراحه جميل، هو انا عجبني كشكل، كلوك، براند، كواليتي، هاي فوليوم ميتال مصنوع منه. ايش الشاشه هذه؟ مره صغيره، ايش فيها؟ فيها كل شيء، انت ايش تبغى؟ والله مره صغيره، تعال اوريك الشاشه اللي عندي. يلا شوف، تلفزيون ما شاء الله، مو شاشه ما شاء الله. انت عارف انه العداد هذا حق رولز رويس؟ واو يس يا ابوي، اقول لك حركات يعني. هذا رولز رويس الدبابات. واو، نسوي ساوند تشيك؟ سوي. شوف طب هذا حلاوتي يا اخي، انا عاجبني. شوف الدركسون بيتحرك، شوف انا عاجبني الحركه هذه، عجبتني زي كانك كور بتركب كار. تعال شوف ده. يلا وريني، يلا سمعني. رغم انه الامريكان دائما يحبوا الاصوات العاليه، احساس حس. جميل والله. امريكان مازل. هذا اللي يتمتع فيه الامريكان، صوت وإنجن كبير. نطلع نجرب، يلا نجرب. ايش قررت؟ شوف بامانه، هارلي جميل، انا اول مره اسوق هارلي، مريح، تورك، سرعه، استجابه، لكن انا اخذ بي ام دبليو. ليش بي ام دبليو؟ يا اخي انا انسان احب اكون متميز، ما احب اركب ولا اسوق سياره ولا دباب في الشارع فيه كثير زي. ايش لقيت في الدباب؟ تكنولوجي
فخامة، إيمج أنيق يا أخي، دباب أنيق، دباب كده فخم هو ماشي برضو؟ يس. أنت مقتنع بكلامي؟ لا. أوكي. وأنت إيش رأيك؟ هاري ديفيدسون. ليش؟ حضارة، الدباب الشركة لها 120 سنة بتصنع دبابات، تحس برضو بأم شركة، وبرضو بأم شركة من زمان تصنع دبابات. ما نختلف. الدباب له شخصية. بي ام دبليو لسه في مشكلة النعومة دي. أنا عجباني يا أخي. أنا بركب دباب تورينج أبغى يكون ناعم مريح. طب هاري ديفيدسون مريح. بس مو بالراحة اللي فيها بي ام دبليو. لازم. يا راجل بي ام دبليو حتى حاطين لك للجوال مروحة تبريد. بس باقي يحطوا لك مكيف. المفروض أنت بايكر لازم تحس بشراسة الدباب. شراسة الدباب لما يكون ريس. مو تور. ما أدري. ايش رايكم انتو؟ هارلي ديفيدسون ولا بي ام دبليو موتوراد؟ ستوب 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 ستوب. بي ام يعني انت فرحان عشان بي ام بس أتمنى تكون الحلقة نالت على إعجابكم. ادونا رأيكم في الكومنتات تحت، وشيروا لايك وسبسكرايب، وإن شاء الله الحلقة الجاية كومارو لمحبين العضلات سيارات العضلات. شوفوا الحلقة الجاية.